السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة كده يا اولاد نصلي على النبي كتير ونذكر الله كده يا اولاد عشان ربنا يزيد اللي بين ايدينا كده يا اولاد. احنا كده يا اولاد في المغرب زي ما انتم شايفين كده يا اولاد، انا طلحت لهم في الظهر وادينا طلحت لهم في المغرب. بص يا اولاد انا حاطه لهم في المية دي يا اولاد ليمونتين كده عصرهم لهم عشان الحر يا اولاد، وحاطه لهم هنا ردة على دشيشة، دشيشة بتاعت الذرة البيضة حبايب قلبي. حطوا لي كده اللايكات بالله عليكم يا احلى متابعين، بالله عليكم يا اولاد كده حطوا لي لايكات. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، اسيبكم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.